أنشطة أخرى، بدأت جماعات أخرى. أحسن باش يقطعش كانت جماعة كبيرة هذه، كانت فيها غاب أمريكان، دينا، كسنايا. تكسس أركاي وصلنا. هذا من الحضارة، هي من الحضارة. غاب أمريكان، بعيد عاد، المهم كانت جماعة كبيرة. المساحة ديالها كبيرة. التقسيم ديال الداخلية الجديد، كل مرة كيتعمل التقسيم الجديد، كيضموا واحد جزء من شي جماعة أخرى، ويا يضموها للمدينة يدخلوها حتى دابا المنار. المنار كانت باقي قراوية، دابا هاد العام رجعت حضارية. ترى هاد العام هذا؟ خط شهر 10 الأخيرة، شهر 9. هاد الزيادة علاش كيزيد؟ كبير كيبقى الطلب على السكن، على المنطقة الصناعية، على هذه، على هذه المدينة. كيفاش كتكون؟ كتكون صغيرة. واش طنجة كيفاش كتكون؟ كتسوق برا، مدينة قديمة، سوق برا، ومن بعد مصلى، ومن بعد السواني. كتبقى من كذا، حنا في 91 جينا كنت تابع شارك بني مكان. لا كنت تابع العوام، ولكن واخا كانت مع ذلك كانت كيقولوا كانت مدينة طنجة. صافي صافي ماشي 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 صباح الخير من طنجة. اليوم الثلاثاء 16 من مارس 2021، عايم على الطريق، 8:15 بالتوقيت المحلي، 7:15 بالتوقيت كرنيتش. إذا نوثقوا هذه الجولة هذه في شارع، في طريق أشغال، إنجاز طريق دائرية أشقر سيدي قاسم، بالخصوص إلى شاطئ سيدي قاسم، واللي كيربط مع طريق دائرية أخرى الحراري. أيمنا في الطريق مازال كتبان من هذه النقطة إلى البداية الطريق، ما نعرفوش غتسلك نفس المسار هذا أو تقلب شي جهة أخرى. على أي هذه هي الطريق اللي غادي نوصلوا ليها، راه هي قريبة. مازال أشغال الإنجاز مازال فيها الأشغال. غنديرو فيديو جوج، واحد حتى يسالي الطريق تكون مفتوحة، ونديرو فيديو دابا في الساعة ديال الأشغال إذا ما سدوهاش في هاد البداية ديال هنايا التراب ولا بشي حاجة. هنا مازال فيها الأشغال ولكن مفتوحة، يبان أن 90% من لا 95% من الأشغال انتهت. إذا غتدور من هنايا بهذا الاتجاه، هاهي زينة،
اللي كدوز بجانب المطار على الـ على الـ المطار مباشرة.
بسبب ضعف ديال الميكروفون ما قدرش نتعدى بزاف، اكتفي بالصوره فقط والتعليق لكم. انا كيف المطار كامل على اليسار، دابا ملي غادي نرجع غادي نجي في اتجاه ديال الشمس. كنجمع بعض الصور دابا حاليا، الكاميرا اللي عندها الصور مزيانين، غادي نحاول ندير فيديو اخر غير فيه غير الصور ديال الطريق. في اتجاه شقار، وبعد كله شقار في اتجاه كاب سبارتيل اللي هو امامنا كيبان، في اتجاه المغارة اللي هي قريبة بزاف. وكذلك الى بغيتي تخرج المهم كاين جوج طرق. نوصل عند الاقل بعد حتى الضريح ديال القاسم بن دريس اللي مسمي هاد المنطقه على اسمه سيدي دريس. هو قاسم بن دريس ادريس الثاني حاكم مدينه طنجه، ثم اعتزل الحكم بعد فشله في محاربه احد الاخوه ديالو اللي هو رفض الدخول في هذا الصراع، ثم عزل. طلب هو طلب ديالو انه يعتكف في احدى المنطقه، واختار هذه المنطقه ثم سميت بسيدي دريس. هو
هو قاس هو قاس هو القاسم ادريس ادريس الثاني احد ابناء ادريس الثاني بالمغرب. منطقة بالحقيقة ساحرة جدا. اليوم كاين الشرقي ولكن كنشوف هاد الشرقي هنايا مزيان على البارح مرخي بزاف. ما عادة كيكون الشرقي هاد الناحية كتكون كيهز بزاف حنايا على المحيط الأطلسي. طنجة معروفة لها واجهتين بحريتين، البحر الأبيض المتوسط اللي كيكون دائما هادئ، والمحيط الأطلسي اللي كيكون شوية هيجان وفيه الريح. والشاطئ سيدي قاسم راه كيخلف سنويا العشرات من الضحايا ديال الغرق، خطير بزاف. الفيديو غيكون طويل. ملي كاين سيدي ادريس غادي نوصل حتى للضريح ديال سيدي ادريس اللي كانت سنويا كتقام الفكره الوفاة ديالو سنويا. تحبسات هذه مدة طويلة بسبب المد. أحد الطرق الإسلامية اللي حرمت هذه الاحتفالات ما بقاوش كيحتفلوا به، ولكن ربما شي مرة غادي يرجعوا يحتفلوا به سنويا. وكاين طريق اخرى ديال سيدي قاسم هي هنايا على اليسار اللي كديك لك هنايا، وإلا مشينا في اتجاه نيشان كنمشيو للمدينة الجديدة ابن بطوطة، هي قريبة، ومتجر الحجريين هادو هما المداشر اللي كاينين باقيين هنايا. في ضمن ضريح ديال سيدي ادريس، وهذا الطريق كتمشي للكسنايا، والطريق الاخرى الدائريه اللي جيت مخصصا لها باش نصور هذا الفيديو. ربما غادي نرفع شويه من السرعه ديالي باش نمشي، لان غالبا كنسترخي بعض الاوقات ديال الفراغ، ماشي كنتخلصوا على هذا الشيء، ولا على العكس كنخسروا الفلوس على الفيديوهات، ولكن يستحقوا لان نخلي واحد ميموار دو طونجي، واحد مجموعه فيديوهات نوثقوا فيهم الشوارع كما كاينين، نخليهم الاجيال. اذا هداهم الله هاد شركه اليوتيوب ما حذفوهمش، لان كل مره كيدخلوا قوانين جداد قوانين جدادين، ولكن بالنسبه لي انا ما كيهمنيش ديك القوانين ابدا مادام يخليو بعدا عن الاقل غير القناه اليوتيوب بشكل عام انه يخدم، ما يمنعوش هاد عاود شي مره يدوب شي قانون يقول لك لا هو اليوتيوب هو خاص للشعب الامريكي ولا ما هو كيهمنا امريكا. احنا ما عندنا والو، ما عندنا لا انترنت، ما عندنا لا صفحات، ما عندنا لا هندسه، ما عندنا لا مواقع مستقر باش نديرو، ما عندنا لا سيرفور بعدا الاقل هو الاساس. منطقة جميلة، منطقة ساحرة بالخصوص في الغروب. غروب الشمس كيكون في هذه الناحية ديال بحر الأشقار، هوات اللي كيعجبهم يشوفوا ديك الشفق الأحمر وديك لحظات غروب الشمس جميلة. لولا الرياح كانت المنطقة تكون عامرة أكثر من اللي كيجيو.
كاين رياح كاين دابا ملي جيت في الاتجاه ديال عكس الرياح جات الرياح اشغال أشغال ثنية الشطر الخامس للطريق الدائرية مجمع البحرين على طول 5.5 كيلومتر والطريق الإقليمية رقم 4605 الرابطة بين الطريق الدائرية مجمع البحرين والطريق الإقليمية رقم 4600 على طول 1 كيلومتر عمل طنجة أصيل. إذا قريت هذه اللوحة اللي كاينة هنايا الشمس نعتذر عن الشمس اللي دابا غتجي وجهها والسرعة غادي نرفع شوية في السرعة ديالي باش نمشي إذا الصورة كانت واضحة في اللي كنت ماشي بحالي.
اذا الطريق باينه غدور على فهاد الدوره هادي بين المسار ديالها ما يمشيش ديك الطريق اللي مشينا غتمشي ديك الطريق اللي كتمشي على المطار هي هنايا قريبه وكتلاقى مع طريق الرباط اذا بين الى كلية الحقوق جامعة عبد الملك السعدي اللي هي كانت هي ابعد بناية هنايا من بناية ديال الكلية كان فضاء خاوي حتى المطار مازال الناس كتحرق الارض المطار كان خبر حسن عليه ما نبقاش فيه منظور غنمشي بحالي على هادي عندي راسي الى ان سير ماشي مشكل سير معلن عن نهاية هذا المقطع ديال الفيديو اللي صورناه على الطريق الدائرية مرحلة إنجاز الطريق حتى يسالي الخطة بشكل كلي ثم نعاود تصوير آخر من المقطع ديال خصوص المواصلات في هذه النقطة متوفرة بزاف لا النقل الطاكسي ولا النقل السري ولا الحافلة جميع الوسائل مازال كاين طاكسيات ديال بوخلف اللي كانت جماعة بوخلف جماعة كبيرة ومازال على ما أظن تابعة يلا سيدي دوز منطقة حرارية تاكسي صغيرة هو كيوصل ليها إذا نعلن عن نهاية هذا المقطع في هذا المجمع اللي كاين على الطريق في شارع مولاي رشيد وحييكم والسلام عليكم.